المحاضرة هنتكلم على حاجة اسمها Progress of Synaptic Transmission. هتلاقوا يا شباب ما فيهاش كلمة جديدة. ليه بقى ما فيهاش كلمة جديدة؟ لأن أنت already أنا شرحها لك في النيور ماسكولار جانكشن. إيه هي البروجرس بتاع النيور ماسكولار جانكشن؟ يا زمان هي كانت وان واي اللي هي منين؟ النيرف للمصل وليس ايه؟ المصل لان المصل ما فيهاش كيميكال ترانسميت. برضه نفس الكلام يبقى برضه فهمت حاجه؟ يبقى الاشاره بتمشي منين؟ بالبريل مين؟ ما ينفعش تبص لي وان واي. ودي ليه؟ دي ليه يعني ايه؟ دي الوقت دي ليه؟ دي ليه يعني ايه؟ يعني الاشاره بتتنقل من النيرف للمصل. انا بس هتكلم بتاع سنه ثانيه. ليه كان في ديلي؟ ليه كان في تاخير حوالي 0.5 سكند؟ ليه؟ على ما الكيميكا على ما الكالسيوم يدخل في الدين ويربشر مين ويطلع مش عارف مين ويتحد مع مين؟ مع الريسبتور اللي هو الشن اللي يعني يدخل مين؟ صوديوم ويحصل عمليه مين؟ سبميشن واوصل لمين؟ عشان كده كان في تاخير كان في مين؟ اخر حاجه فتيج. يعني ايه فتيج؟ برضه كل الكلام ده خدناه سنه فاتت مش هشرح تاني ده بسرعه. فتيج اللي هو لو عملت ريبيت في السيميليشن هتلاقي ترانسميشن بدا يقل. ليه بدا يقل؟ لان النقل الجنائي مين؟ تفتكر ريبيت سيميليشن ان النقل الجنائي حصل له اكزوجن او ديبليشن. يعني ايه ديبليشن؟ السيستم تاني شطر بحت مفيش واضحه. ودي من نعمه ربنا. ليه بقى؟ الناس يا جماعه اللي بيجي لها ابليبتيك فيت اللي هي نوبه مين؟ نوبه صرع. بتلاقي الشن الكلام طبعا بقى تاني واعصابه ايه؟ وعضلاته خلاها. دي من رحمه ربنا ان هو ما يحصلش مين؟ ما يحصلش كنتوما في مين؟ ما تفرقش. ده ممكن يا جماعه ساعات يحط لسانه يقطع لسانه. فلما بيحصل يعني هو فتيج للنيورونز. فتيج لمين؟ للنيورون. يوم في الحاله دي مين؟ نوبه الصرع مين؟ تنتهي. واضحه؟ طيب دي اسمها مين؟ فاكتورز افكتنج سناب ترانسميشن. دي مش هنعلق عليها، احنا هنعلق بس على اخر نقطه فيها اللي هي فاكتورز اسف دي كان اسمها بروجرس اوف سناب ترانسميشن. يبقى البروجرس اوف سناب ترانسميشن يا شباب هي مين؟ هي ثلاث حاجات. لو عندكم اربع حاجات بس انا هركز على ثلاث حاجات بس. وان واي كوندكشن و ديلي حتى زي ما ذكرت وان واي وفتيل. يعني ترانسميشن مع ريبيت ستيموليشن نلاقي ان ايه؟ الترانسميشن. طيب تعالى بقى الحته الجميله بقى ودي مهمه بقى هي بروبرت اللي هي فاكتورز افكتنج السينابتيك ترانسميشن. العوامل اللي لازم تؤثر عندها يا جماعه ثلاث عوامل هو تشينجز بالبي اتش و هايبوكسيا حصل هايبوكسيا و اللي هي الدراجز تاثير دراجز مين؟ التوكسيك. دي مهمه يا جماعه بنجيبها في كتر الامتحانات صحصح معايا. بالنسبه لتاثير ايه تاثير البي اتش على السناب ترانسميشن هلاقي الاسيدوزس بيعمل انهبيشن بيعمل مين؟ يعني بيقلل السينابتيك مين؟ طب ويا جماعه لما قلل السينابتيك ترانسميشن هو ايه اللي بيخليه مصحصح؟ باستمرار النيورون بتاع السيربرال كورتكس تبعت لمين؟ تبعت لنيورون ثانيه. النيورون دي شغاله على طول عشان كده انا مين؟ انا مصحصح. طيب لو حصل بقى انهبيشن للترانسميشن قول لي هتنام اللي هو ده السليم. طيب هتقول ايه اللي زي السليب بس حاله مرضيه؟ كوما يعني
الراجل اللي هو في عندنا حاجه اسمها دايابيتيك كيتو اسيدوز، يعني الراجل بتاع الدايابيتيك ده ستون بادز بتزيد، ستون بادز دي احماض قويه جدا يعني بتزيد، بتعمل له مين؟ كوم. يبقى انا عايز بقى افهمك ليه بقى ازاي يحصل يا جماعه كوم، ازاي يحصل انتبيشن. عكس بقى عكس الاسيدوز مين؟ الكلوز. الكلوز ده بيزود مين؟ لدرجه ان لو حصل بقى الكالوريز يعني البي اتش زاد عن 7.7 او 7.6، المهم هو نورمال بيبقى كام؟ حوالي 7.5. طبعا انا هشرح لكم، مش هشرح لكم للاسف الشرح في الفيديوهات بتاعت الرينا، هتلاقوا في الاخر خالص في حاجه اسمها اسيد بيز مين؟ بالانس وديستربنس. المهم ان لو البي اتش زادت ممكن بقى نشوف بدل ما عين بقى ايه العيان كان اثنين في غيبوبه، لا العيان هيقعد مين؟ نطط، نطط يعني شن، يعني اذا الكالوز بيزود مين؟ الاكسايتابيلتي، بيزود مين؟ الاكسايتابيلتي بتاع النيورون، والاسيدوزس انهبت. هو ممكن يكون انا شرحتها السنه اللي فاتت بس انت مش فاهمينها، بس انا موضحها لكم بسرعه كده. افهم معايا، افهم معايا. انا هشرحها لحاجه واحده وانت شاطر بقى اعكسها. انت حاجه؟ يعني بالنسبه للاسيدوز، ما هو الاسيدوز؟ الاسيدوز معناه الهيدروجين ايون. زادت ولا قلت؟ زادت. زادت في مين؟ في التيشو فلويد او الانترستيشن فلويد اللي بيبقى حواليه مين؟ حوالين الخلايا. ما هو النيورون ده يعتبر ايه؟ نيرف سيل، خليه. ايه اللي حصل؟ لما الشد زاد ايه اللي حصل؟ الكونسنتريشن بتاعها بقى مين؟ بقى عالي. عملت مين؟ دخلت مين؟ دخلت في النيورون والنيرف سيل. لما دخلت جوه فهتخرب الدنيا. ليه هتخرب الدنيا؟ لان يعني دلوقتي بقى في موجب مين؟ دخل. يبقى لازم مين؟ لازم موجب مين؟ يخرج. مين اللي هيخرج عشان يعادي السيل اللي بيترقي يعمل تريكي؟ اللي هو مين؟ ممتاز. فاهم حاجة؟ تبتسم هيخرج. انت تقول لي طب ايه انت كده ما يعني ايه ما قلتش حاجه. دخل هيدروجين طلع مين؟ هو يا شباب يا شباب الهيدروجين اللي دخل اتحد مع مين؟ اتحد مع البروتين. مش في بروتين جوه السيل؟ البروتين ده يحمي شحنه ايه؟ او في جسمين ايه؟ فشويه الهيدروجين اللي دخلوا حصل لهم نيوتراليزيشن بالنيجاتيف شارت بتاع مين؟ بتاع الاكسجين. بس مين بقى اللي خرج في البدايه؟ ما هو ده دخل خرج على طول يعني في النهايه خالص خرج مين؟ البوتاسيوم. هل دخول الهيدروجين عمل تاثير؟ ما عملش تاثير. ليه ما عملش تاثير؟ لانه حصل له نيوتراليزيشن بمين؟ او حصل له بفري، حصل له بفري بمين؟ البروتين. بس مين دلوقتي اللي طلع؟ البوتاسيوم. انتوا عارفين البوتاسيوم لما يطلع بره؟ انا لسه قايلها من شويه. يعمل ايه جوه؟ يعمل هايبر. طب هايبر بريشر ده يبقى اذا بعدنا عن مين؟ بس فهمت دي ولا؟ طيب في حاجه ثانيه بقى برضو علاقه البي اتش بالكالسيوم. الكالسيوم فاكرين القاعده المشهوره بتاعت اللي هي عشان سايلها لك، قلت لك الباور بتاع عشان يحصل يا جماعه اكشن بوتنشال، عشان يحصل اكشن بوتنشال لازم يدخل مين؟ الصوديوم. ده يدخل مين؟ ايه رايكم بقى لو احنا قللنا دخول الصوديوم؟ يبقى كده مفيش اكشن مين؟ وبالتالي يبقى كده عملت انهبيشن ولا سيميوليشن؟ طيب فانا هقول لكم بقى دلوقتي الاسيدوز دوت هيزود لي كالسيوم. هيزود لي مين؟ اللي هو حاجه اسمها فري كالسيوم. فري كالسيوم ده يجي على البوابه على بتاع البلاعه دي اللي هو الغطا بتاع البلاعه دي ويقوم جاي مين؟ قفلها. ده انا بديك التشبيه ده بس، لكن هي لها كلمه ثانيه. لما يقفلها يبقى كده ايه؟ مفيش مين؟ قفل الباور بتاع الصوديوم، الجيت بتاع الصوديوم، يبقى الصوديوم هيدخل، وبالتالي يبقى مفيش اكشن، مفيش اكشن. واضحه؟ تعالوا بقى نشوف ايه علاقه الاسيدوز بانه يزود الكالسيوم اللي هو في الكالسيوم. انا قلت لك في الاسيدوزس الهيدروجين اي مين زاد ولا لا؟ زاد يا جماعه. الحمضيه معناها الشد مين؟ بنزين. الشاي دي وهي في البلازما، وهي بقى في البلازما، في عندك حاجه اسمها بلازما مين؟ بروتين زي الالبومين. ها؟
الالبوم ده يحمل شحنه مين؟ شحنه سالبه. شحنه مين سالبه؟ فبيجي بقى يتنافس بقى حاجتين، يتنافس الكالسيوم ويتنافس مين؟ هيدروجين. على مين؟ على النيجاتيف شارج الموجوده فين؟ في الالبوم. مين ده اللي يحتل المقاعد دي كلها؟ هو الهيدروجين. ويسيب مقاعد قليله لمين؟ اذا الفري بقى، الفري كالسيوم ايونات كالسيوم يزيد ولا يقل؟ يزيد. ويا جماعه الكالسيوم كاونتر اكسايتابيلتي، كالسيوم كاونتر يعني قدام الكالسيوم ضد الاكسايتابيلتي، يعني يزيد الكالسيوم ضد الاكسايتابيلتي. ليه؟ لانه هيقفل مين؟ هيقفل الصوديوم شانل. واضحه ولا مش واضحه؟ يبقى فين الاسيدوز يعمل ايه؟ ياخد الاكسايتابيلتي والبتاع النيورون ولا يقللها؟ يقللها. بكام ميكانيزم؟ ان بيدخل جوه ويخرج مين؟ التزن المايكرو دي حاجه اسمها هايبر. الهيدروجين اللي في الاسيدوز هيدروجين بيزيد يتحد مع القلب والفلاج فيسيب اماكن قليله لمين؟ على فكره الكالسيوم امتى يبقى نشط؟ لما يبقى فري. لما يبقى مين؟ فري. بتعرفوا قبل كده ولا مش المجرم، علشان يرتكب جرائم يبقى حر ولا البوليس يمسكه ويقبض عليه ويحبسه؟ امتى نشاطه يزيد؟ لما يبقى فري. طيب اذا حاجه بقى مسكت مع مين؟ مع الكالسيوم او حبسته، اللي هي اما بايندنج يا اما حاجه اسمها بريسبتيشن، هذه الفري مين؟ نشاطه ايه؟ طيب بعد كده لو حصل هايبوكسيا، بقول لك لو البلاد سبلاي قلع سبحان الله البرين عن ثلاث ثواني، الانسان يدخل في مين؟ في كوبا. فليه بقى؟ لان الهايبوكسيا دي طبعا البلاد سبلاي مهم جدا يا جماعه لمين؟ لاي تشو، عندي برين تشو. والمهم طب اللي فيكتو دراجز بقى اخر حاجه صح صح ما بقى دراجز والتوكس. في دراجز يا جماعه بتزود الترانسميشن، في دراجز مين قال اللي بيقلل، الترانسميشن حاجتين يا جماعه اللي هم الهيبنوتيك والاناسيتيك. يعني ايه هيبنوتيك والاناسيتيك؟ الهيبنوتيك يا جماعه اللي هم الحاجات اللي بتسبب مين؟ ساعات واحد يقول لك انا عندي ارق وعندي مش عارف مين، يقول لك خد حبوب منومه. حبوب مين؟ دي اسمها مين؟ هيبنوتيك. عرفتوا يعني ايه هيبنوتيك؟ هي دراجز انديوس سليب. طيب اناسيتيك، دي اللي هي مين؟ تخدير. وانت لما تتخضر بالذات تخدير الروب كلي بيحصل ايه؟ في غيبوبه ولا في غيبوبه؟ في غيبوبه. ليه بقى الاثنين دول؟ الاثنين دول يا شباب عشان سمعت يسهلوا دي منتجات الامتحان. الانسيتيك والهيبنوتيك بيدخلوا كورايد، بيزودوا نشاط الجابة. الجابة اللي الكورايد لما يدخل يعمل ايه؟ يعمل هايبر بولاريزيشن، يقوم يبعدنا عن مين؟ واضحة؟ طيب ايه بقى تاني اللي هيجي برضه في الامتحان؟ في عندك في ادوية كده او دراجز بتخلي الواحد ايه؟ يزود الاكسبتيفيتي ويزود الاويرنس او الالرتنس او تعمل سمنة. سمنة يعني ارق، تخليك ما تنامش. اهو كافيين، يا شباب. في دواء تاني اسمه ثايوفيلين. ثايوفيلين ده بياخدوه بتوع اللي عندهم ازمه بيعمل برونكو مين. فالكافيين معروف ان هو بيصعب، بس في ساعات ناس بتاخده وتنام، ما اعرفش بيعملوا ايه. انا منهم، بس دي حاله شاذه مالناش دعوه فيها. يشرب القهوه يقول لك عشان اعرف انام، هتجنني ازاي هتشرب قهوه عشان تعرف تنام؟ المهم تعالى بقى اللي انا هجيبها في الامتحان ان شاء الله. في عندي نوعين من التوكسين، حاجه اسمها تيتنوس، او تيتنوس اسف. عارفين تيتنوس ده نوع من انواع البكتيريا؟ في نوع من انواع البكتيريا بيطلع مين؟ فاكرين لما اقول لك واحد انجرح، ده مثلا ولا دخل في رجليه مش عارف مسمار ولا مش عارف مين، ف في بقى حاجه اسمها ايه اللي هي بكتيريا متكيسه او متحوصله او متنيله، اللي هي ممكن تقعد في ايه؟
تقعد في 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 في, في اي انفايرمنت غريبه الفتره دي حتى لو سخنتها برضه لو ما تبقى هي تبقى سبور في حاجه اسمها سبور. المهم ففي نوع من البكتيريا ديت ممكن عن طريق الجروح تطلع التوكسين اسمه مين؟ عارفين تيتانوس او تيتانوس جاي تيتاني تيتاني يعني معناها ايه؟ الشنج ولا ارتخي؟ الشنج معناها تزود مين؟ ممكن يحصل اكسسيف مين؟ كونتراكشن. العيان ده يا جماعه بيتشنج ماشي مش هدخل في تفاصيل. طب التيتانوس ده عمل ايه؟ قال لك التيتانوس ده بينهبت الجاب. انت لما تبقى ضد الانهبيتوري تبقى انت ايه؟ انت ستيمولاتوري. لما تعمل حاجه لكن هو خلاص ماشي يبقى ايه؟ يبقى التيتانوس ده ازاي بيزود اكسيتابيلتي؟ انه بيعمل انهبيشن لمين؟ للجاب. طيب في بقى في دواء اسمه ستريكنين. هو مش دواء يا جماعه، هو مش دواء، هو نبات يعني اماكن في الصحراء وحاجات كده ممكن ساعات مثلا الناس بتاخده غلط او حاجه كده. اسمه ايه بقى؟ ستريكنين. الستريكنين دوت برضه يخلي المريض مين؟ يتشنج، يعني يزود مين؟ الستريكنين. قال لك ايه بقى؟ قال لك لان هو ضد الجراثيم. خلي بالك وياك تتلخبط. انا كده انا خلصت على فكره المحاضره. انت عندك اثنين توكسين تيتانوس ها؟ توكسين في عندك برضه يعتبر دراج بس توكسين او نبات سام اسمه ايه؟ ستريكنين. واحد ضد مين؟ واحد ضد مين؟ تقوم تقول لي طب ما انا هحتار ما اناش عارف مين اللي ضد مين؟ هيبقى المين مع المين؟ ستريكنين بينما تيتانوس ما فيهوش ايم ما فيهوش فلسطين يبقى مش جلايسين يبقى ايه؟ ياك تتلخبط يا ابن دي بقى الامتحان يبقى السيركنين بيعطل مين؟ الجلايسين والتيتانوس. شكرا جزيلا.